عناوين الأخبار. بداية من 2016 حروب دون فوائض لاقتناء أو بناء مسكن. المساكن الاجتماعية بدوربة إعطاء الأولويات لعائلات الشهداء. مارينا بنزار 3000 مصاعد مالية وحلول استثنائية عاجلة. تسليم مسكن جديد لأرملة الشهيد أيمن مرجان. زيارة وفد أوروبي لسوسة لدعم السياحة. وكالة الأسفار الجزائرية تقرر زيادة عدد رحلتها إلى تونس. مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية، تفاصيل الأخبار. بداية من 2016 قروض دون فوائض لاقتناء أو بناء مسكن. أكد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أنه مواصلة لنفس التمشي الرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن، وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن، يقترح تعميم طرح فوائد القروض ليشمل فوائد القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن، وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار، تمشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معالم التسجيل. كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد، ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانف 2016. ويندرج هذا الإجراء في إطار التخفيف من كلفة اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن ذات طابع اجتماعي. المساكن الاجتماعية بتبربة أعطاء الأولوية لعائلة الشهداء. متبعة للإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسريع عملية تسليم 139 مسكن جاهز لمنتفعيه بمعتمدية تبربة من ولاية منوبة، خصصت مؤخرا جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة للإسكان. وتتمثل الإجراءات الجديدة أساسا في اعتماد الكراء المملك لفائدة المنتفعين بهذه المساكن. وقد تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى القائمة النهائية للمنتفعين وفقاً للشروط والمقاييس المضبوطة بأمر عدد 1224 لسنة 2012 والمتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إعطاء أولوية عند ضبط القائمة النهائية للمنتفعين لفائدة عائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية من أعوان قوات الأمن الداخلي وعسكريين وأعوان الديوانة، على أن يتم ضبط قائمة في الغرض بالتنسيق بين المصالح الجهوية واللجنة المحدثة برئاسة الحكومة. مارينا بنزار ترواميل مصاعب مالية وحلول استثنائية عاجلة. أوصى اجتماع وزاري بالتعجيل في إيجاد حلول نهائية لدخول الميناء الترفيهي بجمرت حيز الاستغلال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان الدخول الفوري لمارينا جمرت استثنائيا طور النشاط. مقابل هذا القرار الإيجابي الذي سيدفع بنشاط سياحة الترفيه وتوسيع طاقة استيعاب المواني التونسية، يبقى الميناء الترفيهي ببنزرت مارينا ترواميل يراوح مكانه منتظرا حركة إيجابية تدفع بهذا المعلم الكبير سياحيا واقتصاديا إلى إنهاء مشاكله. مشروع مارينا بنزرت هو اليوم بحاجة ماسة لتدخل الدولة وبسرعة المطلوبة لانتشاله من حالة الركود التي يعاني منها وما يسببه للجهة من تعطل في التنمية. تسليم مسكن جديد لأرملة الشهيد أيمن مرجان. في إطار المبادرة التي اتخذتها الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين في 13 من مايو المنقضي بوضع 30 مسكن كدفعة أولى من إنتاج الباحثين العقاريين الخواص على ذمة عائلات شهداء الوطن من الأمنيين والعسكريين، أشرف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي بحضور وزير الداخلية محمد نجم الغرسلي وكاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة مجدولين الشارني وكاتب الدولة للإسكان أنيس الغديرة وولي بن عروس عبد اللطيف المساوي. أشرفوا على تسليم مفاتيح أول مسكن للسيدة أحلام مرجان أرملة شهيد الوطن شهيد الأمن الوطني أيمن مرجان. مع العلم أن هذا المسكن الجديد تبرع به الباحث العقاري محمد الأزهر الرويسي مجهزا بالكامل ويقع في مدينة بن عروس. زيارة وفد أوروبي لسوسة لدعم السياحة.
أعرب أعضاء من البرلمان الأوروبي ومن أحزاب اشتراكية أوروبية خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا بسوسة عن تضامنهم مع تونس وحرصهم على النهوض بمستوى التنسيق والتشاور مع الحكومة التونسية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل مزيد دفع التعاون التونسي الأوروبي في المجالين الاقتصادي والأمني، فضلا عن بحث سبل دعم الاقتصاد التونسي وتطوير الاستثمارات الأوروبية والمساعدة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدوا الحرص على بذل ما بوسعهم لإقناع السياح الأوروبيين بالقدوم إلى تونس ومساندة شعبها في إنجاز تجربته الديمقراطية الناشئة وفي تكريس المبادئ التي أقرها الدستور التونسي الذي يظل فريدا من نوعه في العالم العربي والإسلامي حسب تعبيرهم. وكالة الأسفار الجزائرية تقرر زيادة عدد رحلاتها إلى تونس. قررت وكالة الأسفار الجزائرية زيادة في حجم رحلاتها نحو تونس، وذكرت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصدر في وزارة السياحة أن الوزارة تترقب ارتفاع وتيرة الجزائريين الوافدين على تونس سواء عن طريق البر أو الجو عقب شهر رمضان، مشيرة إلى أن السوق الجزائرية تقوم على حجوزات اللحظة الأخيرة وأن المؤشرات الأولوية للحجوزات تؤكد أن عدد السياح الجزائريين سوف يزيد هذا العام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا العقارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.